كثير بنسمع اليوم انه في احد الاشخاص مصاب بمرض نقص ترويه القلب، شو هو هذا المرض وشو تعريفه وشو هو عوامل خطورته بالضبط على حياه المريض فيه؟ أكيد للأسف عفاف اليوم كثيرا من الأمراض والاضطرابات اللي ممكن تصيب القلب، ولكن الشيء السيء بالموضوع أنه الأمراض ممكن تنشأ وتتطور على مدى زمني طويل وما ينتبه المريض لهي الأعراض، وخصوصا أنه هذا المرض هو يعتبر مرض صامت. اليوم مع ضيفنا رح تعرف أكثر على الأسباب وعلى طرق العلاج نقص التروية القلبية. معنا لليوم الدكتور أحمد العايد، اختصاصي في أمراض القلب والقسطرة القلبية. يسعد صباحك دكتور. يسعد صباحك، شكرا لكم. صباح الخير دكتور. صباح النور. الله يعطيكم. يعني أمراض القلب شائعة وكثيرة، اليوم بدنا نعرف شو بنقصد نحن لما بنقول نقص تروية القلب. الحقيقة أولاً القلب هو عضلة موجودة بالصدر وظيفتها ضخ الدم. تزن 350 جرام تقريباً وحجمها بقبضة اليد. ومثل ما قلنا وظيفتها ضخ الدم لكل أعضاء الجسم لحتى يتم تزويد هالأعضاء بالدم، لكن هو نفسه القلب بحاجة أيضاً للتروية بالدم، فبتيجي شرايين بنسميها الشرايين الإكليلية على سطح القلب بصير تعطي التروية الدموية اللازمة لعمله. وجود تضيق بهالشرايين المروية لعضلة القلب بيؤدي إلى عدم حصول القلب على الكمية الكافية من الدم اللازم لعمله، وبالتالي دخول بمرض اللي اسمه نقص تروية قلبية، فهو إذن تضيق بشرايين القلب. تمام دكتور، بعد ما تعرفنا من حضرتك عن هذا المصطلح الطبي خلينا نوضح اليوم مين الأشخاص اللي هن أكثر عرضة للإصابة بنقص التروية القلبية. نسمع كثير أنه ممكن يكونوا كبار السن أو حتى الرجال، خلينا نوضح أكثر تفاصيل عن هذا الموضوع. صحيح، الحقيقة عادة هو بيصيب الرجال فوق ال 55 أو النساء فوق ال 65، لكن بالآونة الأخيرة بالعقدين الماضيين لاحظنا أنه صار في ظاهرة شوي غريبة، صار يكتر عند الأصغر عمراً عند الشباب وعند النساء. يعني عادة النساء بيتأخروا، فهي المرض هذا عند الرجال هو أكثر من النساء. فاللي صار بالفترة الأخيرة أنه صرنا نلاحظ أنه صار عند النساء أكثر وعند الشباب أيضاً أكثر، طبعاً نتيجة عوامل مختلفة متعددة الحقيقة، ما فينا نقول عامل واحد بس هو السبب بزيادة هالظاهرة عند الشباب وعند النساء. يعني ما استثنيت حدا بكلامك دكتور، لا نساء والله ورجال كلنا معرض الأعمار كمان حتى إن كانوا تحت عمر ال 55 أو ال 65. شو السبب هون للإصابة بهذا المرض؟ بشكل عام هي ليش لحتى تضيق شرايين القلب أو يصير في نقص تروية قلبية؟ أول شيء القصة العائلية، فمرض ممكن يكون له طابع وراثي أحيانا، فتكرار القصة بعائلة معينة بحط باقي الأفراد تحت الخطر، فلازم ينتبهوا لحالهم ويراجعوا الطبيب باكراً قبل ظهور الأعراض. ثانياً عوامل الخطورة المعروفة مثل السكري، مثل ارتفاع الضغط الشرياني، ارتفاع الكوليسترول وشحوم الدم، التدخين سواء كان اسمه سيجارة أو أرجيلة كله اسمه دخان، والشدة النفسية أكيد وقلة الحركة، هي الأسباب الرئيسية. هلأ إذا بدنا نحكي عن النساء والشباب ليش كثرت عندهم؟ بشكل أساسي نتيجة زيادة معدل المدخنين أو نسبة المدخنين عند النساء أو عند الشباب. هي كانت ظاهرة شوي قليلة، هلأ كترت حتى عنا صارت نسبة المدخنات أكثر من المدخنين. عالميا الرجال أكثر لكن عنا لا، النساء أكثر. والمشكلة الأكبر اللي صارت حسب مين عم يعاني أكثر. تماما يعني الشدة النفسية طبعا إلى دور حتما، ولكن الحقيقة الدخان هو الرقم واحد. الشغلة الثانية اللي كمان كتير مهمة واللي كتير يعني أثرت على حدوث المرض باكرا هو قلة النشاط الفيزيائي والميل للبدانة. كمان هي عامل أساسي. سابقا كان التلميذ يقطع مسافة 5 كيلومتر ليوصل لمدرسته، هلأ يعني بالمدن مثلا عندنا السيارات بتاخذ من باب البيت وبترجعوا لباب البيت. هذا ادى لظاهره قله الحركه عند التلاميذ عند الطلاب عند الشباب، كانوا يمارسوا نشاط بدني اعلى، هلا اقل بكثير. بالمقابل الغذاء صارت نوعيته سيئه، صاروا يميلوا للاغذيه السريعه المصنعه الجاهزه المعلبه، وهي طبعا اضرارها كثير كثير كبيره
وممكن تؤدي لزيادة وزن، وبس يزداد الوزن بيدخل المريض بشيء اسمه المتلازمة الاستقلابية اللي بتؤدي لظهور السكر، ارتفاع الكوليسترول والشحوم، ارتفاع الضغط، ونهاية كل هالأمراض شيء واحد، تصلب الشرايين وتضيق الشرايين والدخول بحالة نقص التروية القلبية. تمام دكتور، خلينا ننتقل من الأسباب للأعراض. اليوم شو هي الأعراض أو العلامات أو الدلالات اللي ممكن تظهر عند الشخص وهو يعرف فعلا أنه عنده نقص بالتروية القلبية، خصوصا أنه اليوم يمكن منلاحظ أمراض القلب عم تكون الأعراض نوعا ما متشابهة، فالشخص هم ما بيقدر يمكن يفرق. خلينا نوضح اليوم أكثر ونعطي أمثلة. أولا ممكن يكون غير عرضي مشان ما نستغرب هالشيء، فممكن خاصة ببداية المرض، بداية تضيق شرايين القلب ممكن ما يكون في أعراض، ليوصل لنسبة معينة لتبدأ الأعراض في الظهور. العرض الأساسي هو الألم الصدري أو الضغط أو حس تقل على الصدر، خاصة الجهدي المترافق بالجهد، يعني لما يصير الألم أثناء الجهد أو يصير ضيق النفس أثناء الجهد فهذا بيشير أنه في مشكلة قلبية، لأنه الحقيقة القلب بيزداد عمله بالجهد، بيضاعف عمله بالجهد، فبالتالي حدوث مشكلة فيه ستظهر حتما بالجهد. حتى بيعرفوا زملائنا والناس كمان بتعرف هالشيء، انه في شيء اسمه اختبار جهد، بنعمل اختبار جهد حتى نكشف نقص التروية الكامن الغير واضح على الراحة، بينكشف بالجهد. من هون بنأكد على أهمية طلب المشورة الطبية. هلا ممكن تكون الأعراض مانا كاملة، مانا وصفية، فالطبيب لسه شاكك انه في مشكلة، الفحص ممكن يكون طبيعي، حتى تخطيط القلب طبيعي، بنعمل تخطيط القلب أثناء الجهد، فإذا كان في عنده مشكلة المريض فمن المؤكد ستظهر أثناء الجهد بنسبة كتير كتير عالية. طبعا بعد من الوسائل التشخيصية هو اللجوء للقسطرة والتداخلات الثانية. العرض الرئيسي هو الألم الصدري وضيق النفس. طبعا الألم مو شرط يكون ألم حاد، ممكن يكون بحس تقل، حس ضغط على الصدر، البعض بحسه كأنه اضطرابات هضمية، مغص أو غصة أو سوء هضم مثلا، هي كلها أعراض هي قد تكون أعراض قلبية. تماما دكتور، يعني اليوم كلنا معرضين لهذا الشعور، ممكن نشعر بغصة أو وجع أو ممكن تتعدد الأسباب أو نحكي نحن من حالنا أنه يمكن هيك أو يمكن هيك. طيب ممكن نكون نحن عنا نقص تروية، شو عوامل الخطورة لهذا المرض ونحن ما لنا لا شخصين المرض ولا لنا عم نروح على دكتور نكشف على حالنا، شو عوامل الخطورة بتكون؟ هو اللي ذكرناه الحقيقة، السكري والضغط وارتفاع الكوليسترول على المدى البعيد ولا في مدى والتدخين أصلاً. لا على المدى البعيد أكيد. هلأ الشدة النفسية إلى دور أكيد، المشكلة بالشدة النفسية ممكن تعمل أعراض عصبية مو أعراض قلبية، وممكن تؤدي لمشاكل قلبية إذا كانت التوتر أو الشدة النفسية مستمر أو بشكل دائم يعني أو قوي جدا. حتى ممكن في شيء اسمه متلازمة القلب المكسور اللي بصير نتيجة شدة مفاجئة، فبصير حالة هي مثل احتشاء العضلة القلبية خطيرة؟ خطورتها أقل من احتشاء العضلة القلبية التقليدي أو العادي، ولكن فيها نسبة خطورة لو كانت بسيطة، فهي نتيجة شدة نفسية. الاسترس أو الشدة النفسية المزمن خلينا نقول بيؤدي إلى تبدلات هرمونية بجسم الإنسان، أكيد بالكورتيزول بصير بنسبة أعلى، مقاومة الأنسولين بصير أكثر، وبيدخل بهالمشاكل هي الحقيقة. فالشدة النفسية كمان إلى دور كتير مهم. بالتأكيد مو كل واحد صار عنده ألم في الصدر يعني أنه عنده مرض قلبي، بس نحن بنحكي على الأعراض القلبية، قد يكون مشكلة هيكلية. الهيكل يعني هو الأضلاع، العضلات، العظام اللي موجودة بالقفص الصدري أيضا ممكن تعطي أعراض، حتى المري، تشنج المري أو المعدة مثلا أو تماما أو أعراض كولون مثلا تشنجي قد تكون هي مشابهة لأعراض نقص التروية. بس الفحص اللي عند الطبيب هو اللي بيكشف الحالة، فحص السريري المرفق بتخطيط وإيكو قلب الاثنين لازم نعمله لتقييم هالوضع عند المريض والوصول بالمريض لبر الأمان وتشخيص الحالة باكرا. كل ما بكرنا بتشخيص الحالة كل ما تفادينا المشاكل. تمام. فلازم نعمل هذا الفحص من بداية ظهور الأعراض والشخص اللي صارت معه. لو كنا عم نقول قد تكون كولون، قد تكون أعراض صدرية هيكلية مثلا، ما في مشكلة، المهم نعمل فحص نتأكد
من هذا الموضوع. طيب خلينا نروح لرحلة العلاج دكتور، نحن بنقدر بداية نبلش بالعلاج الدوائي أم لا نحن لازم مباشرة نلجأ للعلاج الجراحي؟ وهل طريقة العلاج اليوم تختلف من شخص للتاني حسب حالته؟ بالتأكيد طبعا. هلا نقص التروية البسيط العادي علاجه دوائي أكيد، ما بنلجأ لا تداخل عبر القصر وتوسيع بالبالون والشبكات أو حتى عمل جراحي إلا إذا كان معند، إذا كان ما عم يستجيب للعلاج الدوائي. أهم بند بالعلاج هو علاج عوامل الخطورة، من هون بننتبه أنه نص العلاج الحقيقة هو من عند المريض، يعني لازم أول شيء نعمل حمية، نعمل إنقاص وزن، الرياضة المعتدلة المقبولة طبعا. شيء ثاني نعالج الأمراض اللي هي عوامل خطورة، ما بينفع يكون مريض سكري وما عم ياخد دواء سكر، أو مريض ضغط أوقف علاجه حط حاله تحت الخطر، أو مريض ارتفاع كوليسترول وشحوم دم أيضا أوقف العلاج. وهي ظاهرة للأسف منتشرة أنه وقفنا العلاج الدوائي وعم ناخد أعشاب، ويا ما شفنا مشاكل صارت من وراء هالقصة. نحن ما عم نقلل من أهمية الأعشاب، ولكن ليست هي بديل عن دواء حتما، هي رديفة، هي مساعدة متممة مكملة، ولكن لابد من أخذ العلاج والإشراف الطبي الدائم على المريض. طيب دكتور ممكن تكون هاي العلاجات كلها على المدى البعيد ولا كان المدى القصير؟ العلاجات كلها ممكن هي تساعد بعملية الشفاء كليا من مرض نقص التروية القلبية؟ بالتأكيد. هلأ إذا كان عندنا مثلا تضيق بالشريان ونحل هذا التضيق، عملنا له قسطرة حطينا شبكة مثلا، رجع تدفق الدم طبيعي داخل الشرايين، ما عملنا جراحة. الأدوية ممكن بالأدوية عارف؟ ممكن طبعا. التضيق الخفيف ما بيعمل مشكلة إذا سيطرنا عليه في بدايته، فما في مشكلة أبدا. بس إذا كان الفكرة أنه ناخد دواء بحيث نروح التضيق نهائي، لا هذا ما بيصير. هذا التضيق ثابت داخل الشريان، المهم أنه ما يزيد لحد 50% بالتضيق بالشريان بنسميه خفيف، هذا ما بيأثر على عمل القلب ولا بيدخل المريض بخطورة عالية. لكن إذا أهملنا العلاج وأهملنا هالنصائح هاي المختلفة اللي عم نحكيها وتناول الأدوية بانتظام وضل يدخن وضل على نمط الحياة الغير صحي، فممكن جدا أنه هذا يزيد بأي وقت ويدخل حتى باحتشاء العضلة القلبية اللي هو الشغلة الخطيرة اللي ممكن تؤدي لحتى لا سمح الله الوفاة. تمام دكتور، خلينا نقول كيف ممكن اليوم الوقاية من مرض نقص التروية القلبية؟ شو فينا نعطي نصائح اليوم لكل حد عم يتابعنا مشان ما يصير معه نقص تروية قلبية؟ أول شيء لا تتوتروا، هي أهم نصيحة، نوقف الدخان والأرجيلة، هي شو بقولوا اللي بإيد الإنسان، خلينا نحكي الأشياء اللي بإيده. هلأ اللي عنده عامل خطر وراثي ما بإيده هذا الموضوع، ما هو اختار أمه وأبوه مثلا، لكن حتى اللي عنده عامل خطر وراثي مهم، فلازم ننتبه أكثر عليه، ما يزيد وزنه، يكون نمط الأكل صحي ما أمكن، يمارس الرياضة وإيقاف التدخين. ممارسة الرياضة كثير مهمة الحقيقة، ممارسة الرياضة بتقلل من الخطورة القلبية الوعائية. طبعا كل الرياضات مسموحة وبالعكس مفيدة، بس بشرط بدون هرمونات أو بدون منشطات، تكون بالشكل الطبيعي أو المتممات العادية الطبيعية يعني. فهي كتير بتفيد وكتير بتعطي قوة للقلب. طبعا إيقاف التدخين سواء كان تدريجي أو فوري، لكن لازم نوصل لمرحلة زيرو دخان، يعني خلاص نوقف الدخان نهائيا. الاثنين ولا فوري؟ الحقيقة لا، هو الإيقاف المفاجئ هو صح، وما بيعطي أي أعراض ولا أي مشاكل مثل ما بيعتقد البعض. واللي لقيناه عم يخفف تدريجي، لو عم يضل على سيجارة واحدة بيوم الأيام عم نرجع للباكيت والباكيتين والثلاثة، فهي المشكلة. طيب دكتور، في حال صارت هي الحالات عنا مثل النخزة أو الوجع أو بعض الأعراض للإصابة بهذا المرض، ممكن يكون في إسعافات أولية تخفف عننا نحن هي الحالات لبين، أو الأعراض أو هذا الوجع الحاد لبين ما نحن رحنا على دكتور وشخصنا الحالة؟ لله الحمد، أول شيء النخزة اللي هي شائعة كتير، هي نادر ما تكون من القلب، هي غالباً أما من الجهاز الهضمي، مري، معدة، كولون، أو جهاز العضلي العصبي أو اللي بنسميه الهيكلي. النغزات ما أنا من القلب عادة، لذلك ما يقلقوا لأن هي منتشرة كتير. لكن الفكرة صعب كتير نحن نقرر أهمية المرض أو أهمية العرض هذا لحتى نشخص المرض الأساسي
يعني ما فيه المريض يعمل شيء الشخص بهيك حاله يخفف عن حاله؟ ما بيقدر الحقيقه، لانه ممكن يكون يعني التشخيص مو دقيق، انه يشخص لنفسه مو دقيق، فلازم يراجع الطبيب اذا في هيك اعراض. اقرب مركز او اقرب عياده صارت الاجهزه متوفره، تخطيط وايكو القلب باي عياده قلبيه موجوده، متوفر مركز صحي او مشفى متوفر هالشيء، وممكن ينعمل وينوضع التشخيص خلال فترة زمنية قصيرة يعني، فما بدها كتير يعني هلأ. بس اللي بيجي ألم قلبي خاصة إذا كان مفاجئ، فالراحة أولا يعني. هلأ نفرض مريض قلبه إجاه ألم وهو ماشي، فلازم فورا يرتاح، لو بالطريق لو بالشارع، الراحة بتخفف عمل القلب وبتخفف من حالة نقص التروية، وإذا لا سمح الله كان في احتشاء كمان بتخفف الحاجة تمام للأكسجين والدم من قبل الخلايا العضلية القلبية. دكتور سريعا خلينا نوضح أكثر، شو هي المضاعفات اليوم نتيجة نقص التروية القلبية؟ شو ممكن يصير معنا اليوم في حال تضاعف المرض؟ أولا ممكن مثل ما قلنا يصير احتشاء عضلية قلبية. احتشاء العضلة القلبية انسداد تام بشريان القلب، هذا بيؤدي إلى خروج جزء من عضلة القلب عن العمل، ما بيعود ينبض، ما بيعود يشتغل بشكل صحيح، فهذا بيؤدي بالنهاية لظهور شيء بنسميه قصور قلب. القلب القاصر بصير ما يقدر يلبي احتياجات الجسم من الدم، وبندخل بهالمتلازمة المعقدة والخطرة وقصور الصمامات، ولا سمح الله بالنهاية الوفاة أكيد. صح. أكيد بالختام بدنا نشكرك الدكتور أحمد العايد أختصاصي بأمراض القلب والقسطرة القلبية، شكرا لك، وأكيد الله يبعد المرض عن الجميع يا رب. شكرا لكم والصحة والسلامة. شكرا لك دكتور.